في الحلقة الماضية أخذت عجلة مغامرات راني حبيبات دحومي في رحلة إلى ماليزيا واستقر حموش على البرازيل. برازيل كيف بتروح؟ برازيل. حموش وصديقه العزيز سالم على وشك الهبوط في البرازيل لخوض تجربة لا تنسى. هاي جاي. My name is Ariana. I'm going to be your guide here in Brazil. Let's go. سوف يبدأ الشباب مغامرتهما باكتشاف ما سوف تقدمه لهم ريو. استمتع الشباب بتناول قطع البرتقال الطازجة والشهية. يدور حموش وسالم عجلة المغامرات لاكتشاف نشاطهما المثير الأول. درب خلينا نجرب ونروح. يلا يلا. قبل الوصول إلى الشلال كانت مفاجأة راني حبيبات بانتظارهم. رقصة الكابويرا وهي رقصة شعبية شهيرة وأحد الفنون القتالية المعروفة بالبرازيل. ينضم إليهم الشباب ويستمتعون بتعلم الحركات المميزة. عجبك المكان؟ أعجبني مرة مرة مرة. يلا نروح الشلال. يلا. والآن حان وقت هبوط واحد من أعظم شلالات غابات الأمازون البرازيلية واكتشافها بطريقة فريدة لا تنسى. Deep in the Brazilian Amazon, I'm going to show you an amazing waterfall that you're gonna abseil. It's one of the oldest waterfalls in the region. استعد الشباب وهبطا للأسفل بالحبال. وبعد انتهاء تجربتهما الرائعة حموش وسالم كان يترقبان اكتشاف مغامرتهما المثيرة تالية بفارغ الصبر. Thank you. يلا نجرب. في الحلقة القادمة سوف نكتشف المغامرات المثيرة والممتعة التي سيخوضها حموش وسالم في بقية رحلتهم للبرازيل. لمعرفة المزيد زور رانيورلد.com الآن. العب واحصل على فرصة للفوز بالجائزة الكبرى.